بسم الله وتوكلنا على الله. بسم الله على الصباح الجميل هذا. والطيور الحمد لله رب العالمين. الطيور العصافير يسميهم، نحن نسميه صناصرة. إن شاء الله اليوم بركب هذا تشارجر، تشارجر اللي يعبي بطارية الاحتياطية بالكهرباء 240 فولت، يشحن 12 يحول 12 ويعبي 20 أمبير في الساعة. لأني صارت لي مشكلة لما أخليه في الظل لمدة طويلة السيارة ما يعبي، البطارية تضعف. فالحل الوحيد أني أركب تشارجر ورخيص 17 ريال تقريبا. بوريك الميزات اللي فيه بعدين إن شاء الله. بركب الحين في الصندوق هنا أكون أشوف القراءة وكل شيء. وصلت الوايرات الحين بس بقدر أركبهم وخلاص إن شاء الله. اللي يفيدني هذا أني موقف في البيت مدة طويلة على الأقل البطارية ما تفضي، إذا فضت مدة طويلة بتكون مشكلة للبطارية. الحمد لله شغال الجهاز معبي الحين يعطيني 20، أبين هنا يعطيني أيوة 20 أمبير. البطارية الحين تعبي 13.8 هناك ما مبين بعد، لكن يعبي جالس تقريبا. مش مشغل جميع الأجهزة الحين من الثلاجة وكل شيء، نمور الحمد لله. أبا أقول شيء بخصوص البطارية. أنا شفت البطارية إذا خليتها أكثر من 3 أيام أو 4 أيام بالذات البطارية اللي ما السيارة الاحتياطية، فلازم تشوف لها مصدر طاقة، يا طاقة شمسية يا كهرباء البيت أو شيء يعني، أو إنك تسوي كونكشن مع بطارية السيارة، تضيف فيها هذيك المنظم وتضيف على الأقل تشغل نص ساعة السيارة وتمشيها تعبي. فأنا عملت هذه الحركة علشان أوقف السيارة في البيت، يعني ما دائما أطلع، يعني يومين ثلاثة واقفة والثلاجة بعض الأحيان شغالة لأني بعد 3 أيام بطلع مكان. ففضل إني نعمل لها مثلا ربط مع كهرباء البيت مع هذا المنظم أو ما يسمي المعبي. عدنا لكم مرة ثانية الحين التجربة الأخيرة من ساعة قربتها بكهرباء البيت، الحين قاس أقربها بالمولد الهوندا 2200. هذه شغال هوندا الحين، وكذلك التشارج أو المعبي شغال الحمد لله، يعبي يعطيني 20 أمبير إذا واضح، أيوة 20 أمبير شغال وجالس يعب. هذه الإشارة، الأمور طيبة. طبعا هذه يفيدني متى في حالة إذا كان الجو فيه سحاب أو بالليل البطارية ضعفت، أنا أقدر أشبكها أو أني واقف مشغل مكيف وشيء، على الأقل يكون يعب البطارية أو شيء، أو مشغل شيء في الميكروويف على الأقل شيء يعبي، يعني ما تكون البطارية ما معبية. أما إذا الشمس موجودة طبعا الطاقة الشمسية ما شاء الله موجودة.